سنحاصر الأعداء بين الجبلين. نعم، سنجعلهم يندمون ويبكون بقطع البصل الشهي. وهنا يأتي دور الرومان. أجل، ثم نقطعهم كشرائح اللحم المغطاة بالإيمونتال. كات فهمي، انت جعان ولا ايه؟ لا لا، ده انا كنت بجود بس. وحش، مش عارف تطلب بالتليفون؟ دلوقتي تقدر تطلب اونلاين وبرضه هيجيلك بسرعه. لقد جئت قبل موعدك يا رينو. صوص البيت تيست زياده. اجل حبيبي، لو ماكدونالدز مفيش حاجه هتمنعك.